اليوم يعد بالكثير من التفاؤل والأمل والتمني، التمني الذي يأتي بحركة اليدين المتقابلة بشكل الرقمين 11، فيأتي الرقم المزدوج بالتاريخ 11-11 ليمثل قفزة مضاعفة تعد عند الكثيرين رمزاً للصحوة والتنوير والعلاقات الروحانية المنسجمة رغم كل الاختلافات. فنجد الكثير من المتعلقين بالجوانب الروحانية يؤشرون إلى هذا التاريخ في كلامهم أو منشوراتهم على مواقع التواصل كلما دقت الساعة 11-11، وكأنها دقيقة ثمينة يتوجب استغلالها قبل أن تمضي، فهو علامة على أننا أكثر انسجاماً مع الطاقة التي تتدفق في الوقت الراهن والتي يمكننا استخدامها لنندفع أكثر في رحلتنا. ووفقاً لعلم الأعداد، فإن العدد 11 يمتلك صفات الصبر والصدق والروحانية والحساسية والحدس. هؤلاء الناس الذين ينتمون إلى الرقم 11. أما الناس الذين يصادفهم هذا التاريخ أو العدد المزدوج كثيراً في حياتهم فيعملون على مستوى مختلف من الطاقة، حيث يحث الرقم 11-11 إلى الالتفات إلى قلوبنا وحدسنا الداخلي، وهي بمثابة دعوة للاستيقاظ وعدم تفويت الفرصة المتاحة في هذا العمر. ويمثل عدد 11 أيضاً الرؤى والإبداعات الفنية والاختراعات والابتكار والوفاء والاستقلال والإنجاز والحب والانسجام والتوازن. لذا انتظر حتى تدق الساعة 11-11 هذا اليوم وراقب مدار الساعة لدقيقة كاملة، ثم أغمض عينيك وتمنى أمنية مبهجة لمستقبل أكثر إشراقاً وإقبالاً على الخير والسلام.